دولة الإمارات العربية المتحدة بها مدن نابضة بالحياة تعزز الدعائم الراسخة لأجيال الغد، مجتمع ينمو بوتيرة متسارعة تزدهر فيه الأعمال، ما يعزز الحاجة لوجود نظام موحد للعنونة. تكامل مثالي بين اللوحات الإرشادية وتسمية المواقع الجغرافية وقاعدة البيانات الموحدة يؤدي إلى إنشاء نظام يسهم في الارتقاء بنوعية الحياة لسكان الإمارة وزائريها ومزودي الخدمات على حد سواء. الآن يمكن لأنظمة تحديد المواقع تحديد أي عنوان بسهولة متناهية في أي مكان على امتداد إمارة أبوظبي، تسهيل حركة التنقل، حيث لكل شارع اسم ولكل مبنى رقم خاص به، وتجد سيارات الأجرة طريقها بكل سهولة ودقة. ويمكن لخدمات التوصيل الاعتماد على التطبيقات الذكية لتحديد أفضل المسارات وتوفير الوقت والوقود وتعزيز الكفاءة. ويمكن التعامل مع جميع الحالات الطارئة بقدر أكبر من السرعة والمهنية. وعندما تكون حياة إنسان ما على المحك، يتيح نظام العنونة الموحد لأطقم الطوارئ جمع المعلومات اللازمة في زمن قياسي وإرسال الموقع المحدد لمركبات الطوارئ، ما يؤدي إلى تحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الدقائق الحاسمة التي قد تشكل الفارق بين الحياة والموت. النظام الموحد للعنونة الذي بدأ تطبيقه انطلاقا من إمارة أبوظبي يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية الإمارة. إن استخدام لوحات إرشادية ذكية مصنفة قابلة للتبديل وبتكلفة معتدلة يتيح تطبيق التحديثات وإضافة المعلومات. تمتاز كل المناطق والشوارع بأسماء مستوحاة من الحضارة العريقة والتراث الأصيل لمنطقتنا، وستنتشر اللوحات الإرشادية الموحدة على امتداد الإمارة مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات العنونة الموحدة من خلال نظام فعال لا يكتفي بتوحيد الهيكلية الجغرافية فحسب، بل يضعها في متناول الهيئات الحكومية ومزودي الخدمات. يتيح استخدام التكنولوجيا المبتكرة كرموز الاستجابة السريعة QR تحديد أي موقع بصورة دقيقة لمزودي الخدمات العامة، في حين يمكن للزائرين والسياح استخدام هواتفهم الذكية لتحديد مواقعهم أو البحث عن المعالم الرئيسية في الأماكن المجاورة. وتسمح البيانات السكانية الوطنية المستخرجة من المنصة الرقمية المتكاملة بالحصول على معلومات مترابطة كالمسائل المتعلقة بالصحة العامة أو التأثيرات البيئية، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات الحكومية خدمة للأجيال القادمة. سوف يغطي النظام الموحد الجديد للعنونة كامل مساحة الإمارة ويعزز من ثقافتها كمدينة ذكية، وستمتاز كل المواقع بسهولة الوصول، فجميعنا بحاجة للانتقال من مكان إلى آخر تماما كهذا الشخص أو تلك الشاحنة. وماذا عنك أنت؟ فما هي وجهتك؟